قالت لي عندي خويا بيلوت ديال الطياره كلاو من بعد قالت لي كيدوز من فوق دارنا كيكلاكسوني الله قالت لي بعض المرات كنطلعوا لي الغدا كاع كنحزموا لي كوكوط غدا وتصفر حتى الفوق يهبط لي محبل برنامج هذا العام برنامج غني زيد بزاف على الدوره على الدوره الاولى الدوره الاولى ما يختلفش على جوج على انه لقات نجاح كبير وكبير 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 بزاف الشيء اللي رفع التحدي على انه خاصك دير دوره ثانيه اكثر من الدوره الاولى كنحاولوا على اننا من خلال البرمجه اللي درنا للدوره الثانيه حضور فنانين عالميين بحال الجيرينو بحال البيك بحال البنج بحال السليماني واعتذر الى نسيت شي واحد من الشباب ايضا لاسين جديده الكوميديين كلهم تقريبا حاضرين بينهم لي فيناليست ديال برنامج ستاند اب وغيرهم اليوم اسفي الحمد لله بدات كترجع لها مكانتها الثقافيه وماشي غير في دار صافي غير في دار المهرجان اخرى هذه ثاني مره اللي تنتلقى فيها بالجمهور ديال مدينه اسفي و سي توجور ان بليزير هذا الفيستيفال عجبني التنظيم ديالو لو كونسيبت ديالو المنظمين اللي سون تري بروفيسيونيل الحمد لله سا سي بيان باسي كان تجاوب كبير مع الجمهور وتنتمنى ان شاء الله نرجع مره اخرى لاسفي كاين شي واحد مريض لا انت يا اختي لا عندك شي ازمه نفسيه باغا تشكي باغا تشكي قالت لك عاود وزدك المحنه في حياتك اجي عندي يا اختي انا نعالجك انت اخويا الا عندك شي ازمه نفسيه بلا ما تجي عندي انت علاش غتجي عندي